حسب البرنامج اللي تستخدمها. انت مع اضافة شاشة صغيرة الكترونية موجودة هنا تعطيك الوقت مع الملح واكيد الواي فاي وهنا حساس المي، ومن تخلص تفتح الغسالة اوتوماتيكية راح يشتغل عندكم هذا الغلاف، بالاضافة الى زر التشغيل والاطفاء موجود عندنا هنا كله تاتش لمس، وايضا نظام السمارت مود عن طريقه نقدر نكشف اعطاء الغسالة. راح نلقي ختم هنا انفيرتر دايركت درايف، بمعنى ان الغسالة راح تكون انفيرتر. داخل الغسالة راح يكون مصنوع من ستانلس ستيل بالكامل، نظام التوربو وش موجود. يلا حيوا متابعينا الكرام، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. بهذا الفيديو جبت لكم هذه البطله العملاقه من ال جي، اللي هي تعتبر احدث غساله صحون بالسوق من ال جي، تعتبر الاحدث من ناحيه المواصفات ومن ناحيه التصنيع ومن ناحيه الموديل، يعني احدث شيء انتاجا من شركه ال جي. شنو اللي يميز هاي الغساله؟ راح نتكلم داخل بهذا الفيديو على التفاصيل خاصه بهاي الغساله، على المواصفات مالتها وعلى ادق التفاصيل الموجوده بها. قبل أن نبدا الفيديو مثل ما عودناكم، اتمنى تصلون على النبي محمد وعلى محمد، فعلوا زر الجرس والاشتراك بالقناه. بالبدايه كشكل خارجي للغساله، الغساله راح تجي بقياس ارتفاع 85 عرض 60 عمق 60، هذا قياس ثابت باغلب غسالات الصحون، نفس القياسات الثابته من الخارج، لكن الشكل يختلف. تجي وياهم الحقات، هذا الكتالوج الخاص بالاعطال من ال جي، هذه بطاقه الضمان من شركه خوشنا مع باركود الخاص بها مثل ما ملاحظين. هنا عندكم هذا دليل مختصر لطريقه الاستخدام، طريقه الربط، طريقه التنظيف. هنا عندكم هذا الكتالوج او المنوال بالانجليزي وبالعربي، شوفوا اللي يريد انجليزي يريد عربي، ثلاث الموجودات. نحكي على الشكل الخارجي بسرعه وندخل بتفاصيل الغساله. هاي الغساله من الخارج راح تكون مصنوعه من ستانلس ستيل من الامام، الجانب ستيل مصبوغ بماده عازله حراريا، فراح تكون صبغ فوقها قطعه من النايلون موجوده فوق تعطيك عزل اكثر وثبات اكثر اثناء عمليه الغسل. الماركه مالتها ماركه ال جي اصلي مثل ما ملاحظين. هنا عندنا اداء عالي وعنايه لطيفه، نظام تروست ستيم، نظام ستيم البخاري الحديث المعدل من شركه ال جي، تنظيف من زوايا متعدده، نظام كواد وش تنظيف من اكثر من زاويه، وايضا نظام ضغط عالي. هنا اللو نويز ضوضاء اقل جدا بهاي الغساله، هاي الغساله خلوا ال جي خلوا تقنياتهم كلها موجوده بيها، احدث التقنيات، احدث الادوات، احدث البرامج خلوها بهاي الغساله، من ناحيه التصميم، من ناحيه تقليل الضوضاء، من ناحيه استهلاك كهرباء، من ناحيه قوه التنظيف موجوده بهاي الغساله. اكيد راح تجي بتشتغل موتور دايركت درايف انفيرتر اقتصادي عليه ضمان مده 10 سنوات. هنا ما عندنا الا ثلاث اضويه خاصه بالملح والمي، ولا سمح الله اذا كان اكو عطاله او شغاله او لا. هاي ما بيها اي ازرار، فازرارها ما راح تكون. شوفوا خلوا لكم الازرار موجوده هنا تكون بعيده عن متناول الاطفال، بحيث ما حد يجي يضغط زر ويشغلها ويطفيها حسب احتياجك انت، تشغلها وتبرمجها وتسد الباب وتشتغل طبيعي. اكيد راح يجي بها نظام سمارت ثينك او سمارت 10 كيو من اي ال جي، تقدر تربط تليفونك عليها، ازرار تحكم موجوده هنا خاصه بالبرامج، اكثر من 24 برنامج غسل، نظام الاكسترا دراي موجود بها، هيكتم موجود بها، نظام الستيم، نظام الانرجي سيفنج، نظام الهيلث لود، نظام الدايل زون موجود بها، وايضا هنا الداونلود موجود، نظام التوربو موجود، نظام الايكو موجود، نظام الريفرش موجود بها، وايضا الحساسيه مع نظام الاوتو موجود بها. هنا شوف راسميكم على ذن ثلاث خيارات، نظام الستيم راح يشتغل به نظام الستيم مود اوتوماتيكيا، وهنا عندكم انظمه تشتغل حسب البرنامج اللي تستخدمها. انت مع اضافه شاشه صغيره الكترونيه موجوده هنا تعطيك الوقت مع الملح واكيد الواي فاي وهنا حساس المي، ومن تخلص تفتح الغسالة اوتوماتيكية راح يشتغل عندكم هذا الغلاف، بالاضافة الى زر التشغيل والاطفاء موجود عندنا هنا كله تاتش لمس، وايضا نظام السمارت مود عن طريقة نقدر نكشف اعطاء الغسالة. راح نلقي ختم هنا انفيرتر دايركت درايف، بمعنى ان الغسالة راح تكون انفيرتر. داخل الغسالة راح يكون مصنوع من ستانلس ستيل بالكامل، نظام التوربو وش موجود بيها او تروستم خاص باضافة البخار، هنا راح تعطيني نظام توزيع بخار مخيف جدا، مختلف جدا عن بقية الغسالات. دائما الغسالات نلقي فتحة بالاخير تعطيك بخار بشكل قليل، اما ال جي لا، قالوا لك نعبر هاي المرحله، خلوا لكم ستم بالباب، خلوا ستم بالمرشات بحيث البخار راح يجي على المواعين من كل الجهات، بالمقابل راح نحصل على غسل ونظافه، وايضا نظام الدراير تجفيف هوائي جدا جدا قوي.
فايل ميزة كلش حلوة ضافوها شركة LG موجودة بباب الغسالة. هنا عندكم خاصة بمسحوقات البنش، نقدر نخلي مسحوقات بنش هنا، هنا نقدر نخلي زاهي بهالشكل هذا، بالإضافة إلى السلات الموجودة عندنا. وعندنا هذه القطعة، شوف هذه القطعة شنو استخدام هذه القطعة، هي عازلة حرارية وعازلة للصوت، تقلل الضوضاء، تقلل النويز مالته. فبهالحالة هاي وين نستخدمها؟ فأكو عالم تستخدم غسالة الصحون يكون عندها مطبخ كامل وجاهز، مجرد ما تخلي الغسالة تصير ديكور واحد، اللي هم أهل الجرانيت، أهل التصاميم التركية، فتصير أكو فتحة بين الغسالة وبين الجرانيت، طبقة الجرانيت. فهذه الألجي شفكرة وش خلوا لكم، قالك هاي تيجي تلزقها بالجهة العلوية، تقدر تلزقها على الغسالة بهالشكل، تقدر تلزقها على الجرانيت، بحيث من تدفع الغسالة هاي تصير عازلة بينها وبين الجرانيت عن الباب وعن الضوضاء مال الغسالة، فتعطيك عزل أكثر، وأيضا تحافظ على شاشة الكنترول مال الغسالة بشكل أكثر. هذه سلة جوة، سلة جوة تكون متحركة وتقدر تخلي بيها جدارك، شوف تفتح كل الجهات، عندنا هاي الجهات كلها تنفتح بهالشكل هذا وتنسد. عندنا هذا المحقان، عن طريقه نقدر نخلي ملح للغسالة، تفتح هذا القبق بهالشكل هذا وتخلي هذا المحقان وتخلي الملح لحد ما يطفى عندك حساس الملح. اكيد عندكم هنا المرشه مالتها مال LG المتعودين عليها، اللي تفتر عندكم بنسبه 180 درجه حتى تعطيك توزيع كامل للمي وكل الجهات داخل ستانلس ستيل. وهذه عندنا السله الثالثه اللي هي السله المتحركه من LG عن طريق هذه الازرار، شوف شلون فكروا لكم بيها. فقال لك اذا عندك حموله هواي زايده تريد ترفع السله شلون، تضغط هذا الزر ترفعها بهالشكل، رفعت عندك سله. ما عندك حموله، الحموله صارت فوق، تريد تنزل السله تضغط هاي نزلت السله، وتتحكم بها حسب احتياجك انت. اكيد هنا ايضا يطبق عندك، تفتحها وتسدها بهالشكل هذا، شوف شو. فايضا تقدر تخلي بها جداري وتغسل جداري، هنا خاصه بالخواشيق او الشوكات او الشوكه تقدر تخليها بها. السله الاخيره هنا راسمينكم عليها ثلاث علامات، شوكه وملعقه وسكين، تقدر تصفطها هنا وتغسل بها. هذا من الاضافات الموجوده بالغسالة، هذا احدث موديل من شركه LG. اكيد تقدر تربطها على التليفون، تتحكم بها عن طريق التليفون، نظام تروستم موجود بها، نظام كود ووش موجود بها. الغساله هذه احدث موديل، صناعه كوري 100%، تقرب لهم على التصنيع. الموديل مال هاي الغساله راح يكون 402، مثل ما ملاحظين موديل الغساله 402، هنا التصنيع مالتها ميد ان كوريا، والباركو تقدرون تتاكدون من يمه، دش واشر غساله صحون، فشكلش مرتب. هذه عليها عرض خاص لفترة محدودة، راح يكون سعرها 4,075,000 دينار. أكيد راح يكون متوفر توصيل كل محافظات العراق، أكيد راح يكون بها ضمان لمدة 10 سنوات، وتؤمرون الأمر وبخدمتكم إحنا. عنوانك رادة خارج من قبل ثانية إمام جواد، وحياهم الله والحلو بيهم.